صباح مساء خير عليك يا جدع. السلام عليكم. فيديو النهارده انا ولا فيديو تحدي ولا مقلب ولا فلوج ولا 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 ولا, ولا اي حاجه خالص. لكن النهارده الفيديو مختلف شويه. كان في يوتيوبر اسمه ديبو او ديابلو, او هو عامل برنامج اسمه مع ديبو. البرنامج ده بيطلع يتكلم فيه في حاجات حلوة, وصراحة طريقته عجباني جدا في الإلقاء, طريقته حلوة عامة. يعني هو كان قايل في منتدى انه لما يجيب 50,000 قال كل واحد او كل الناس اللي بتتابعه تعمل فيديو ويتنزله او تبعتوله على الواتس او تبعتوله على الانستا او صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. لكن انا قلت هعمل له فيديو وهعمل له حاجة مختلفة خالص, ان الفيديو ده هينزل على قناتي على اليوتيوب وهو هياخده وهيعمل. شوف انت هتعمل بقى عليه ايه. اللي ما يعرفش مين ديابلو او ديبو او مع ديبو, ادخل على اليوتيوب, او مش لازم تدخل على اليوتيوب, اللينك هيبقى في اول الديسكريبشن تحت. هحط لكم رابط قناته. عايزين نوصله 50,000 مشترك. ده مش دعم ولا حاجه, يعني ده ما يعتبرش دعم عشان الناس اللي تيجي تقول لي يا بلال اللي دعمني ولا حاجه. انا قايل لما اوصل 5K يعني 5,000 مشترك هدعم كل فيديو ان شاء الله بعد كده ينزل على القناه. هيبقى في تحت في الوصف رابط قناه معينه انا هختارها, تمام. والفيديو ده هيتمسح بعد اسبوعين ثلاثه مثلا على حسب. واسئلتي ليك يا ديابلو او يا ديبو او مع ديبو اي شيء. اولا اول سؤال, انت منين؟ تاني سؤال, مين اللي حمسك او مين اللي شجعك وقالك انك تعمل فيديوهات على اليوتيوب بعد ما انت كنت مغني راب؟ لما شفت القناه بتاعتك بصراحه قلت طب ازاي مغني راب يعمل قناة على اليوتيوب وبسم الله ما شاء الله عليت جامد جدا وخلاص دخل على 50,000 مشترك. بس كده يا ريت يعني ترد على سؤالي. انا طالع كده ومستعجل, بس الفيديو ده مستعجل فيه شوية. يا ربي الفيديو يعجبك يا ديابلو, ومبروك مبروك مبروك لي 50,000 مشترك يا جدع. لو انت من الجدعان وجاي من عند ديابلو فانزل تحت اعمل اشتراك للقناة وسبسكرايب, بننزل حاجات حلوة, فلوجات, تحديات, مقالب, قاعة بلاي ليست او قوائم التشغيل هتلاقيها. فبس كده كان معكم اي بي فيديو. تحية من اي بي فيديو لي مع ديبو او ديابلو او ديبو عشان اختلف يعني. فسلام.